بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ في هذا لا سيونس 13 ليكزيرسيس 36 باج 139 الوغ ليكزيرسيس كتلاحظوا سي فورم دان بروبليم عباره عن مساله ان باك دو لوازير بروبوز بليزيور تاريف تاريف 1 70 درهم بار انتري تاريف 2 ان ابونمون دو 350 درهم بوي 45 درهم بار انتري Première question, à partir de combien d'entrées le tarif 2 est-il plus avantageux que le tarif 1 ? عندنا حديقة للحيوانات كتقترح عدة عروض على الزوار ديالها العرض الأول أو الصيغة الأولى أنك تدفع 70 درهم لكل دخول الصيغة الثانية إلى ما بغيتش يعني تدفع 70 درهم تدفع فقط 45 درهم ولكن يلزمك واحد الاشتراك غالبا كيكون اشتراك سنوي دونك ان ابونمون دو 350 درهم يعني كدير اشتراك معاهم سنوي وتبقى تدفع فقط 45 درهم لكل دخول الان السؤال الاول انطلاقا من اي عدد مرات الدخول يكون التعريفه الثانيه او الصيغه الثانيه افضل من التعريفه او الصيغه الاولى بطبيعه الحال فين كتجلى الافضليه او لا عفوا نحاولوا نفهموا اكثر هذه المساله كاين اللي ربما ما فهمهاش مزيان طبعا الحال انت ما كتمشي تدخل لهذه الحديقه اول مره غادي تدفع 70 درهم ولكن اذا كان عندك اشتراك راه كتخلص فقط 45 درهم وكتكون عندك بطاقه ديال الاشتراك يعني مثلا واحد اذا كان مبرمج انه يدخل خلال سنه مثلا 10 مرات عنده برمجه مثلا كل مره كيمشي في الاسبوع مثلا اذا كان غادي يدخل 10 مرات الو بالنسبه للتعريفه الاولى طبعا الحلقه تقدمت حداها جوج صيغ غادي يختار بيناتهم باش يختار يعني غادي يشوف فين هي الصيغه اللي غادي تكلفه اقل وباش يعرف شنو هي الصيغه اللي خصها تكلفه اقل يعني خصو يعرف عدد مرات الدخول راه ما غاديش يدخل هذيك المره ربما راه عنده في الاخر ديالو يعني خلال مستقبلا غادي ممكن ايضا يدخل اذا غادي يحدد العدد ديال مرات الدخول وبناء على ذوك عدد مرات الدخول غادي يحدد الصيغه اللي ممكن يختارها بطبيعه الحال ماشي دائما تشوف هنا 70 هنا تشوف 350 و45 تقول هذه افضل من هذه داك الشيء مرتبط بعدد مرات الدخول مثلا كنا غادي ندخلوا 10 مرات يعني لو نومبر دونتخي هو 10 الوغ بالنسبه للتعريفه رقم واحد غادي تكون 10 70 10 فوا 70 60 700 درهم بالنسبه للتعريفه الثانيه غتكون فقط 45 فوا 10 لان كل دخول كتخلص 45 درهم انت غادي تدخل 10 مرات الان انت كدير العمليه الحسابيه باش تحسب كتحسب باش تشوف شنو هي الصيغه اللي عندك افضل اللي غادي تختارها الا بدا تكون واحد الصيغه افضل من الصيغه الاخرى بطبيعه الحال وما ننساوش الى غادي تخلص 45 درهم يعني لا بد من واحد الاشتراك طبعا هكا كيكون سنوي ماشي كل مره غتبقى تخلص 350 كيكون سنويا ولكن كتخلصو في المره الاولى ومن بعد كتبقى تخلص فقط 45 درهم اذا 450 بلس 350 الوغ هذه تعطينا دونك 800 الو هنا كنلاحظوا بان الصيغه الاولى افضل من الصيغه الثانيه ولكن في لوكا او الى اختارينا 20 تور 20 لو نومبر يعني عدد مرات الدخول هو 20 الو هنا غادي تكون بالنسبه للصيغه الاولى غتكون 70 10 فوا 20 سنودون 1400 درهم دونك غتخلص 1400 درهم بالنسبه للصيغه الثانيه بنفس الطريقه 45 فوا 20 بلس 350 درهم سنودون دونك هذه 900 بلس 350 الوغ لو ريزلتا سي 1250 الوغ كنلاحظوا هنا بان الصيغه الثانيه افضل 1250 اقل من 1400 الوغ كاين اذا الافضليه كتجلى في عدد المرات وبالتالي المجهول ديالنا هنايا متعلق بعدد مرات الدخول دونك غادي نرمزوا له باكس وبناء على هذه اكس نخرجوا لو مونتون باي بور لو تاريف 1 اي لو مونتون باي بور لو تاريف 2 يعني المبلغ يعني الذي سيتم دفعه في الصيغه الاولى والمبلغ الذي سيتم دفعه في الصيغه الثانيه الوغ بور سولا سوا اكس هذه كتسمى مرحله الاختيار المجهول لان المجهول ديالنا واضح اللي هو عدد الساعات من بعد ما فهمنا بطبيعه الحال المساله الوغ سوا اكس لو نومبر دونتخي دونك من بعد ما اختارينا المجهول اللي هو لو نومبر دونتخي الاختيار هو لو الاختيار ماشي هو اكس وانما لو نومبر دونتخي واكس كيتسمى الترجمه ديال ذاك المجهول الوغ الان كنمشيو نترجموا باقي المجاهيل او الصيغ اللي غادي تكون عندنا مثلا بور لو تاريف 1 دونك بور لو تاريف 1
Pour le tarif 1, le montant payé, donc là, le montant. Alors, le montant payé, يعني المبلغ اللي غادي تدفع بطبيعة الحال هو كما شفنا قبيله بالنسبة لعشرة وعشرين، يعني شدينا سبعة، سبعين مضروبة في عشرين، نفس الشيء هنا غادي ناخدو سبعين، سوسونت فوا إكس، دونك سوسونت إكس درهم. بالنسبة دونك هنا لو تاريف أن، بور لو تاريف دو، ألوغ لو مونتون بايي. اي الوغ نفس الطريقه سي كار، حنا ملي كنقولوا لو مونطون بايي كنعبروا، ما كنحسبوش بالضبط شحال، وانما خصنا نتعلموا اننا التعبير نعبروا فقط اون جينيرال بصفه عامه. دونك سي 45 كما درنا بالنسبه ل 10 و20 نفس الشيء. دونك هنا اكس ديالنا هو اللي كيلعب الدور ديال 10 وكيلعب الدور ديال 20، دونك غادي نعبروا عليه بصفه عامه 45 اكس بلس 350. دونك هذا لو مونطون ديال لابونمون 350. الوغ الان غادي ننتقلوا باش نمشيو نشوفوا واش كاين شي علاقه ما بين هاد لي زانكوني. دونك السؤال ا بارتير دو كومبيان دونتري لو تاريف 2 اي تيل بلو افونتاجو كو لو تاريف 1. الوغ الى حاولنا هاد الجمله نترجموها، لو تاريف 2، الوغ لو تاريف 2 اي بلو افونتاجو. دونك قلنا هاد المرحله انها كتلزمنا نلقاو واحد لا غولاسيون ما بين هاد المجاهيل لي زانكوني اللي عندنا. بور سولا من كنفهموا مزيان المساله كنلاحظوا بان هاد العلاقه كتواجد في هاد الجمله، لو تاريف دو اي بلو افونتاجو كو لو تاريف ان. دونك حنا غادي نحاولوا نترجموا هاد الجمله ماتيماتيكمون، دونك اون فا يعني تخادوير سيت اكسبرسيون. الوغ لو تاريف 2 شنو هي الترجمه ديال لو تاريف 2؟ هو 45 اكس بلس 350. دونك الوغ غادي ناخذ الترجمه ديالها 45 اكس بلس 350 اي بلو افونتاجو كو لو تاريف 1. دونك لو تاريف 1 الترجمه ديالو هو 60 اكس، مي اي بلو افونتاجو يعني افضل، التعريفه الثانيه افضل او الصيغه الثانيه افضل. ما معنى افضل؟ كيفاش نترجموها في الرياضيات؟ فين كتجلى الافضليه؟ انك المبلغ اللي غادي تدفع اقل، يعني المبلغ الصيغه اللي غادي تدفع فيها واحد المبلغ اقل هذيك هي اللي غتكون افضل. واقل في الرياضيات يعني اصغر، دونك هنا غادي نستعملوا الرمز اصغر، دونك باش تكون افضل يعني خص تكون عندنا 45 اكس بلس 350 انفيريور ستريكتومون 60 باردون سي 60 اكس 70 اكس. دونك ماتنون اون فا ريزودر سيت انيكواسيون. دونك يعني الترجمه ديال هاد النص كامل، يعني حتى السؤال الاول هو هاد لينيكواسيون. دونك اون فا ريزودر سيت ايكواسيون 45 اكس بلس 350 انفيريور ستريكتومون ا 60 اكس. الوغ الطريقه المعروفه اننا نديرو لي زانكوني في جهه اللي هي دائما هاد الجهه الاولى كنخصوها لي زانكوني، والجهه الثانيه كنخصوها لي كوني. الان غادي نستعمل لي تكنيك، ما غاديش نستعمل دوك القواعد اللي شفنا من قبل. دونك اللي بغى يرجع بالضبط القواعد شكون هما غادي يرجع لي فيديو اللي قبل. الوغ هنا غادي نحتاج 45 فيها اكس، الوغ غادي نحتاجها في لو برومي مومبر غادي نخليها. الان هذا غادي نحولو لانه ماشي هذا هو المكان ديالو، ماشي هذا ما كيخصوش يتواجد هنا في هذا لو مومبر، ولكن باش نحولو هنا غادي نغير له الاشاره باسكو عنده هنا بلس. دونك هنا ما غادي يتحول لو برومي مومبر، الطرف الاول غادي يولي موان. الطرف الثاني باش غادي نملؤو، غادي نملؤو داك الشيء اللي بقى هنا. شنو بقى هنا؟ سي زيرو بيان سور، ونجيب له هاد لو تيرم اللي هو بلس 35. غادي يرجع الان لو دوزيام مومبر اون شانجون سين، غادي يولي لنا موان 350. On simplifie 45 moins 60 moins 60x c'est 25, oui c'est 25x, c'est moins 25 pardon, x moins inférieur moins 350. Maintenant on va diviser par moins 25, puisque moins 25 est inférieur à 0, donc on va changer le symbole. لان كما قلت لكم دائما كنتحولوا من انيكواسيون لانيكواسيون، كنملؤوا لي مومبر ديالها الطرفين ديالها كيفاش كنملؤوهم انطلاقا من لينيكواسيون القديمه اللي كانت قبل منه. دونك كناخذوا هذه لينيكواسيون القديمه لو برومي مومبر ديالها ونقسموه على موان 25 سانودون اكس اون شونجون سيني اي موان 350 ديفيزي بار موان 25. الوغ اون كالكول Alors, le nombre ou bien
les solutions de notre inéquation sont tous les nombres strictement supérieurs à 14. Donc, nous pouvons écrire cette phrase. L'an, nous نجاوبوا على المساله ديالنا هنا من كنكتبوا الوغ لي سوليسيون هنا كنجاوبوا على لينيكواسيون الان غادي نمروا نجاوبوا على السؤال ديال ا بارتير دو كومبيان دونتري لو تاريف 2 ايتي بلو افونتاجو كو لو تاريف 1 حنا قلنا بان باش تكون هذه انفيريور لهذه كيعني خص تكون اكس سوبيريور ا 14 اكس شنو كتمثل عندنا سي لو نومبر دونتري دونك بور كو لو تاريف 2 سوا بلو افونتاجو كو لو تاريف 1 Il faut que le nombre d'entrées soit plus grand que 14. C'est-à-dire que si on a 14, mais on a 15 ou 16 ou 17, on a l'ishtirak ahsan min yani adam l'ishtirak. Alors voilà, les solutions sont les nombres strictement supérieurs à 14. D'où tarjama dial had l'jumla aidan, donc puisque x c'est le nombre d'entrées. Inférieur كتعني أفضل donc pour que le tarif 2 soit plus avantageux que le tarif 1 il faut que le nombre d'entrées soit plus grand que 14 الآن نمشيو نمرو السؤال الثاني deuxième question ce parc propose aussi un tarif 3 يعني كاين واحد الصيغة 3 اللي هي un abonnement annuel اشتراك سنوي 2430 درهم pour un nombre illimité d'entrées يعني واحد العدد غير منتهي من عدد مرات الدخول يعني يمكن لك تدخل اي عدد مرات من الدخول ولكن خلال سنه بطبيعه الحال نردوا البال هنا سي انويل ا بارتير دو كومبيان دونتري لو تاريف 3 ايتيل بلو افونتاجو كو لو تاريف دائما المجهول ديالنا هو لو نومبر دونتري دونك هنا à partir de combien d'entrées le tarif 3 est plus avantageux donc le tarif 3 a des confis 1430 donc هذا a des donc plus avantageux يعني 1430 soit inférieur strictement inférieur à 45x plus 350 le deuxième le deuxième tarif. Donc, on commence le résolution de l'inéquation. Donc, troisièmement, ou bien deuxièmement, d'AMN soit X, le nombre d'entrées. Alors, nous allons faire Donc, 1430 doit être inférieur strictement à 45X plus 3. 150 يعني الترجمه ديال ان لو تاريف 3 افضل من لو تاريف 2 بلو افونتاجو كو لو تاريف 2 الوغ اون فا ريزولتر سيت ان ايكواسيون 1430 دونك بنفس الطريقه ديال لي زين ايكواسيون ندير لي زانكوني في جهه دونك هذا سي كوني الوغ هذا غادي يمشي لو دوزيام مومبر وهذا سي انكوني هذا غادي يرجع لو بروميي مومبر اون شانجون سين الوغ هنا ترجع لينا موان 45 اكس هنا 350 كنكتبوا اولا دوك لي تيرم اللي عندنا تما اي ابري نكتبوا لي تيرم اللي غادي نجيبوهم بالطرف الاول دونك هذه سيتي تكنيك كنكرر و سي ميو تعرف منين جات بان لي زيكواسيون لي ريغل اللي كان اللي طبقناهم الوغ اون سامبليفي موان 45 اكس انفيريور ا الوغ هنا سي ميل موان 1080 دونك اكس دونك اون فا changer le symbole parce qu'on va diviser par moins 45 et moins 45 c'est négatif alors à quoi on a voilà ok on a 24 alors pour que le tarif 3 est plus avantageux que le tarif 2 il faut que le nombre d'entrées pardon il faut que le nombre d'entrées soit plus grand que 24. Alors voilà. Donc, maintenant que nous avons écrit la phrase de l'équation, on traduit cette phrase. Donc, strictement supérieur à 24, ça veut dire que si le tarif 3 plus grand ou plus avantageux que le deuxième tarif, il faut que le nombre d'entrées soit plus grand que 24. Alors voilà et merci.